قرار استئناف العقوبه كيفاش كتشوف؟ اكيد انا مع قرار استئناف، لان كنظن كاين تدخل من اعلى جهاز من وصيف فريق الجيش الملكي والسيد الرئيس الجنرال كوردارميسي محمد حرامو اللي كنتمنى كل التوفيق والنجاح، يعتبر من خيرات الرجال في سلك الدرك الملكي. اكيد انا مع فريق الجيش الملكي، يا من حقهم، من حقهم. انا ما تعاقبني خمسات الماتشات ولا سته، وانا كنكتبش لا البلاك ارمي ولا الترا عسكري. تبارك الله، انا كنشوفهم كياثروا الجمهور، بعد ما كيخرج واحد من الجن ولا واحد فئه من الجن، راه ما يمكنش. راه قال هشام واحد الكلمه، كاين واحد فئه في واحد البلاصه معروفه، الناس كتفرج كتصفق كيتقبلوا الهزيمه، يتقبلوا الانتصار، كيتقبلوا كل شيء. مي كاين واحد فئه اللي محسوبه. عرفتي علاش؟ كما قال عبد الطيف، هذوك الناس مهمين، هذوك ديما مع الفرقه، وكاين وحدين اختصاصنا للشغب، وهذوك ما يبقاوش يدخلوا. ونزيدك حاجه، في حاجه سيدي حمادي يقول لي واخا نحبسوا هذيك البلاصه هذيك اللي ناض فيها المشكل وغنسدوها، راه غيجيو لنا الجهه الاخرى. لا، راه ما يقدروش يجيو، لان عارف هذيك البلاصه كاين الناس كيتفرجوا فيها، كاين مواليها، كاين مواليها.